عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. قبل ما نبدأ في تحضير الوصفة حبيت باش نشكركم على تشجيعكم ليا، وبفضلكم انتوما القناة كبرت ووصلت 100,000 مشترك وتحصلت على الدرع الفضي. وهيا توا باش نحضروا مع بعضنا جاتو غولي بالشوكولاتة. الجاتو غولي نحضروا له جينواز ونحضروا له الكريمة، وهذوما المكونات اللي حضرتهم. بالنسبة للجينواز 250 غرام فارينة، 250 غرام سكر ملحي، 40 غرام نشي، 60 مليلتر ماء. باش نحط مغرفة نتاع قهوة خميرة نتاع جاتو، 8 كعبات عظم، 150 مليلتر حليب، قرصة ملح. وباش نحط مغرفة نتاع ماكلة كاكاو، و 150 غرام شوكولاتة كحلة. ومن المستحسن كي ناخذ الشوكولاتة ناخذ شوكولاتة كوفرتير. وبالنسبة للكريمة اللي باش نحضرها 500 غرام سكر ملحي، 120 مليلتر ماء، 400 غرام زبدة، 300 غرام مارغرين، 4 كعبات عظم. الكريمة باش نحط لها مغرفة كاكاو، وباش نحط لها 100 غرام شوكولاتة كحلة. وبالنسبة للزينة حضرت شوكولاتة، هذه شوكولاتة فيرميسيل. وتوا باش ناخذ الخلاط ونبدا نحضر الجينواز. نحط السكر في الخلاط، السكر مانيش باش نحطه الكل، باش نخلي 50 غرام باش نطيبهم في الشحور، نطيبهم في شحور خفيف. وبعد ما حطيت السكر توا باش نحط ثلاث كعبات نتاع العظم. العظم باش نحط الاصفر برك يتركض مع السكر، والابيض باش نركضه وحده. نحطوا الاصفر والابيض نحطوه باش يتركض وحده. اصفر العظم هاني كما تحطيته مع السكر، وتوا باش نركضو بالخلاط. العظم والسكر تركض، توا باش نحط بقية المكونات. الفارينة باش نحط لها قرصة ملح، نحط النشي، نحط مغرفة كاكاو، مغرفة هكا مليانة، واللي يحب يحط أكثر راه ينجم، نجم يحط حتى زوز مغارف. احنا والكاكاو اللي شفيناه، عندي الخميرة، الخميرة باش نحط مغرفة نتاع قهوة. هكايا نحطو مغرفة نتاع قهوة خميرة، نخلط الفارينة ونشي والكاكاو والخميرة وقرصة الملح، نخلطوهم هكايا في بعضهم. وبعد ما خلطتهم نحطهم فوق الأصفر نتاع العظم اللي ركبتو مع السكر، وكي نركضوه الخليط يلزم يكون هكايا حتى يبيض. نحط عليهم الحليب، نحط الماء. بعد ما حطيت المكونات الكل فوقك العظم والسكر المركوض، توا باش نخدم الركاضة ونخليهم يتركضوا. حتى الكحلة اللي باش نحطها في وسط الجينواز قصيتها تريفات صغار، وحطيتها في وسط الكسرونة باش نذوبها في البامغي، وما نحركوهاش. الشوكولاته ذابت وما حركتهاش، وتوا باش نحركها ونحطها فوق الخليط اللي حضرته نتاع الجينواز. الشوكولاته تخلطت في وسط الجينواز، وتوا باش نركض الابيض نتاع العظم. نحط قرصه ملح وباش نركضوا بالركاضه. ابيض العظم تركض، وتوا باش نحطو فوق كل خليط اللي حضرتو، نهزو هكايا بشوية ونخلط بالماريز وبالتدوير هكايا، نطلع ونهبط حتى ندخلو الكل في وسط الجينواز. أبيض العظم هاني كملت خلطتو، وتوا الخليط هذايا باش نقسمو على زوز تبقى. حضرت التبايق، حطيت له بابي كويسون، دهنته بالماء وحطيت له بابي كويسون، وتوا باش نصب شطر الخليط في الطبق هذايا.
الجينواز قسمتها في زوز تبقى الفور حطيته يسخن وتوا باش نطيبها في فور سخون درجة الحرارة 180. الجينواز طابت نحط البابي كويسون ونقلبها توا نقلبها على البابي كويسون اللي حطيته نحي الطبق نحيولها البابي كويسون اللي طابت فيه وبعد ما نحيت لها البابي كويسون توا باش نبرمها نبرموها اما وهي سخونه هكايا دوروها وبعد ما سكرنا عليها بالقدا نزيدو نلفوها في منديله هكايا نلفوها مليح وطبعا نخليوها تبرد وبعد نحطو لها كريمتها هاني كملت لفيتها توا نخليوها حتى تبرد الجينواز بردت وتوا باش نحضر الكريمه نحط السكر في الكسرونه نصب الماء 150 مليلتر ماء على 500 غرام سكر والسكر هذايا باش نحطو يطيب وقت اللي توصل درجة الحرارة 117 نطفي عليه حضر السيغو الخمسين غرام سكر ملحي اللي خليتهم باش نحط عليهم 100 مليلتر ماء والسيغو نحطوه على النار يطيب وكي نطيبوه نطيبوه خفيف ما نطيبوهش برشا الشوكولاتة قصيتها تريفات صغار نذوبوها في البامغي وتوا باش نبدا نحضر الكريمه نكسر كل عكعبات تاع عظام نحطهم في الركاضه يتركضوا وتوا نحطوهم يتركضوا وقريب يطيب درجة الحرارة وصلت 117 توا باش نطفي عليه ونحطو فوق كل العظام اللي ركضتو العظام تركض كي نركضوه كيما توا هكايا حتى يبيض توا باش نحطو فوق منه اكسيغو اللي طيبتو العظام اللي ركضتو حطيتلو السيغو خليتو يتركض حتى برد يلزمنا وقت اللي نمسو البول هكايا نلقاوه بارد واذا كان الروبو نتاعنا يسخن في ساعه ونخافو عليه نجمو نبلو منديله بماء بارد والبول نلفوه فك المنديله هذيك باش نعاونو باش يبرد لنا في ساعه وتوا باش نحط اكل زبده 400 غرام زبده و300 غرام جولدينا في وسط الخليط الزبده تخلطت توا باش نحط مقرفه كاكاو ونحط الشوكولاته اللي ذوبتها الكريمه حضرت توا ما بقى لي كان باش نركض الكريمه الطازجه الكريمه تركضت وتوا باش نحطها فوق كل كريمه اللي حضرتها اللي بالشوكولاته ونخلطها الكريمه حضرت هاني كملت خلطتها وتوا باش نحضر الجاتو
بعد ما حضرنا الكريمة وجينواز بردت، توا باش نحضروا الجاتو بتاعنا. نحلوها هكايا بشوية بالسياسة، وتوا باش نسقيها بالسيرو الخفيف اللي حضرته. هذايا السيرو نسقيوها هكايا كلها باش الجاتو ما يجيناش شايح، ونحاولوا من هنايا الطايه هذيا ما نحلوهاش، نخليوها هكايا نحشيو في وسطها الكريمه. توا باش نحط الكريمه، وبعد ما دهنتها بالكريمه باش نرش عليها شويه شوكولاته، هذه الفيرميسي النجمه راهو ما نرشوش، اما اللي عندهم الصغار ماذا بيهم يحطوا شويه. وتوا باش نبرمها، شدوا هكايا وندوروا، الكعبة هذه هني كملت برمتها، توا باش نحضر الكعبة الثانية. الجاتو حضر وهني توا باش نقصو، كعب. نجيو هكايا ساعة نحيو الأحراف الزايدة هذوما، وتوا نقصوه الكبر اللي نحبو عليه متاع الكعبة. شوفوا كيفاش يبدا، انا باش نقصو الكبر هذايا، وكل واحد يقص الكبر اللي يحب عليه. الجاتو هاني كملت قصيته، بقيت الشوكولاتة ذوبتها، وتوا باش ناخذ الكعبات متاع الجاتو هكايا ونغطس في الشوكولاتة، وبعد ما نغطس في الشوكولاتة نحط فوق البابي كويسون، وبالكعبة بالكعبة حتى نغطسو كله. الجاتو بعد ما حطيت له الشوكولاته توا باش نزينه بشويه كريمه، وفوق الكريمه باش نحط الشوكولاته الفيرميسيل. الكريمه حطيتها في البوش، وتوا هكايا كل كعبه نحطو فيها. الجاتو هاني كمان زينته بالكريمه وبشوكولاته دو فيرميسيل، ذقت شويه ماكل الاحراف، ما تتصوروش البنه اللي في الجاتو هذايا. جربوها الوصفه وقولولي. والجاتو وقت اللي نغطسوه في الشوكولاته يلزم نفرشو بابي كويسون باش الشوكولاته تشيح هكايا وتلصق فيه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع الجاتو اللي بالشوكولاته، وبالسلامه وشهيه طيبه. وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات واحلى واشهر الاطباق التونسيه.